الأولى فيصلا في مسار ومصير الفريق الوطني. نسمح. بالنسبة لنا الأجواء فهي مزيانة، الإقامة على أعلى مستوى، كنتسنى المقابلة إن شاء الله، الأوقات ديال التداري فهي محترمة، كنظن بأن اللاعبين في جميع الصحة جيدة. بالنسبة للمقابلة ديال يوم الأحد، باقي لنا حصة تدريبية يوم غد إن شاء الله في الملعب الرئيسي بين اللاعبين. ان شاء الله نديروا اللمسات الاخيره للتشكيله ان شاء الله اللي غتجري المقابله. ممكن مثلك البطوله بهذا الشكل هذا ديال ثلاثه ديال المقابلات، المقابله الاولى كتكون خاتمه اللي كتعطي تقريبا 70% و 80% ديال التاهيل. نحاولوا ان شاء الله باش ننتصروا. كما قلت لك كيبقاو جوج ديال المقابلات، كل مقابله ومقابله. بن عبيش اعتبر ايضا ان عامل الوقت لم يساعد في الترتيب لمباريات وديه قويه، موضحا بان عزيمه اللاعبين وكذا تحفيزات المسؤولين ستدفع باللاعبين لتقديم عطاء جيد. ما كانش الوقت باش نديروا مقابلات اعداديه على اعلى مستوى، ولكن كما قلت لك عندنا اولا العزيمه، ذلك المكافاه والتحفيزات ديال المسؤولين، هو ان شاء الله اللي غادي يحسن في بطوله افريقيا. جينا ان شاء الله ماشي باش كما قلت ماشي باش نجم المشاركه، ولكن باش نحاولوا نمشيو بعيد في التدور هذه، لان عندنا لاعبين في المستوى ولاعبين عندهم رغبه وعندهم عندهم عندهم كما قلت عندهم رغبه كبيره باش يدافعوا على الخطوط ديالهم ان شاء الله في كاس افريقيا للمحليين. وفضل حسن بن عبيش التركيز على عمله رفقة العناصر الوطنية عوض البحث كثيرا في نقاط القوة والضعف بمنتخب زيمبابوي، مشيرا إلى أن فرضية اللاعبين المغاربة ستكون حاسمة. نعود نرجع الوقت ما كاينش، ولكن باش نقلب على الفريق ديال زيمبابوي اللي كنعرفوا هو انه انتصر على فريق منتخب الجابون في اول في مقابله اعداديه هنا في جنوب افريقيا، ولكن حنا غادي كما قلت لك نكونسونطرين على الفريق ديالنا والطريقه باش غادي نلعبوا حنا. الحمد لله ان عندنا لاعبين اللي هما الحمد لله عندهم درايه بالاجواء الافريقيه، وان شاء الله كما قلت لك غادي نعتمدوا على التقنيات ديال اللاعبين ديالنا ان شاء الله باش نحاولوا نفوزوا بهذه المقابله. جوائز الاتحاد الافريقي لكره القدم لهذا العام لم تخلو من الاسماء المغربيه، تتويج كان منتظرا.